بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من ليبيا، تقول نون سين ميم من بني غازي، لها جمع من القضايا. في إحداها تقول: عاهدت الله تعالى منذ سنوات ألا أدخل المآتم سواء لقريب أو لبعيد إلا بعد 10 أيام، والسبب هو ما يحصل في هذه المآتم من أفعال جاهلية، منها لطم الخدود والصراخ الذي يسمع من مسافة بعيدة، ومنها تعدد محاسن الميت وما إلى ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. وقد حاولت أن أنكر ما أرى أثناء حضوري فلم أستطع لفظاعة الموقف وارتفاع الأصوات وأكثرهن لسنا على استعداد لسماع أي نصيحة مني أو من غيري، وهم يعلمون جيدا موقف الإسلام من هذه المنكرات. وأنا اخترت التعزية بعد 10 أيام من الوفاة لأن الوضع يهدأ قليلا وتزول نوعا ما بعض هذه المنكرات. والمهم أني استمريت على الوفاء بالعهد لمدة 8 سنوات، ولم أكن أبالي بغضب أحد من أهل الميت بسبب عدم المواساة في الحال. ثم وللأسف الشديد جدا توفيت جدتي، فذهبت في اليوم الثاني من وفاتها خوفا من غضب والدتي. ثم بعدها بدأت أذهب دون اليوم العاشر في أكثر من حالة وفاة، ومنذ هذا النقل وأنا أشعر بنقص في إيماني، وخاصة عندما أمر بآية بخصوص نقض العهود أو الوفاء بها. وأسئلتي هي: ماذا علي في نقض للعهد ول4 مرات إلى الآن؟ هل علي كفارة يمين عن كل مرة أم كفارة واحدة عن الجميع أم ماذا؟ وثانيا، هل بإمكاني أن أتحدث من هذا العهد وأذهب دون 10 أيام، وهل يلزمني شيء لأخرج من هذا العهد؟ الرجاء توضيح الإجابة، بارك الله فيكم وجزاكم عني خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن إقامة المآتم على الأموات من البدع المحدثة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تحذر من البدع، ومنها إقامة المآتم على الأموات. فإن الواجب في المصائب بفقد الأقارب وموت الأنفس صبر والاحتساب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما إذا صاحب هذه المآتم أعمال جاهلية كما جاء في السؤال من النياحة ولطم الخدود شق الجيوب، فهذه كبائر محرمات لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. فالواجب على من ابتلي بهذه البدع أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتركها، ويجب على العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يحذروا من هذه البدع. وأما ما جاء في السؤال من أن السائلة عاهدت الله لا تحضرها، فهذا يدل على خير، ويدل على أن هذه السائلة وفقها الله عندها شعور باتباع السنة والابتعاد عن البدع، فواجب عليها أن تتجنبها وأن لا تحضرها ولو لم تعاهد الله، لأنها منكرات. فإذا لم تستطع منعها فإنها لا يجوز لها حضوره والمشاركة فيه. ولا تخشى في الله لومة لائم، لا الوالدين ولا غيرهم،
فالواجب أن تجتنب هذه المآتم وأن لا تحضرها مطلقة إلا على سبيل الإنكار إذا كان ذلك يؤثر في إزالتها. وأما ما جرى منها من مخالفة أنها عاهدت الله أن لا تحضرها ونقضت هذا العهد فهي فعلت محرما بحضور هذه المآتم، وأيضا حنثت في هذا اليمين فتلزمها كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام وتكفيها كفارة واحدة عن عدة المرات التي حضرت هذه المآتم فيها، لأنها أيمان لأن اليمين تنحل بالمرة الأولى تلزمها بها الكفارة. فالواجب كما ذكرنا النهي عن هذه البدعة وتجنبها، وإذا أصروا على فعلها فإنه لا يجوز حضورها ولو سخط في ذلك من سخط من الوالدين أو غيرهم، فإن هذا منكر ولا يجوز طاعة الوالدين فيه. طاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف، فالواجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها لم تصبر عن المشاركة في تلك المنكرات كما قالت وأخلت بالعهد 4 مرات، ما هو موقف المسلم حينئذ شيخ صالح؟ أخطأت في هذا خطأ كبيرا، الواجب عليها كما ذكرنا تجنب هذه البدع ولو لم تحلف، فإذا حلفت تأكد عليها ذلك، فإن خالفت فهي فعلت محرما تأثم عليه وتلزمها مع ذلك الكفارة عن نقض اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها قضية أخرى تقول فيها: أرادت أختي أن أتبادل معها خاتمي بخاتمها، ونظرا للفارق في الميزان بين الخاتمين أخبرتها بأن هذا التبادل فيه ربا، ولرغبتها الملحة في خاتمي قلت لها: نقدر ثمن الاثنين ثم اشتري أنت خاتمي وأشتري أنا خاتمي. فكانت المبايعة كالآتي: أعطيت الوالدة الخاتمي وقلت لها: قدري ثمن كل منهما. فقدرت خاتمها 40 دينارا وخاتمي 25 دينارا لقلة وزنه. فقلت لأختي: أرضيتي؟ قالت: نعم. فأعطيتها خاتمي ومعه 15 دينارا تكملة 40، وأخذت خاتمها، وذلك في نفس المجلس. وبعد أيام خطر في بالي شك من هذه المبايعة، وقلت في نفسي: ليتني سلمتها 40 نقدا وأخذت خاتمها وسلمتني هي 25 نقدا وأعطيتها خاتمي حتى نتفادى الربا، والذي يخفى علينا بعض صوره، فما كان مني إلا أن تقدمت إليكم بهذا. أرجو أن تخبروني عن مدى صحة هذه المبايعة التي تمت بيننا، وإن كانت ربا فماذا نفعل الآن نحن الاثنتين؟ جزاكم الله خيرا. هذه المعاملة ربا، وهي مسألة مد عجوة التي نص عليها الفقهاء، وهي أن يباع ربوي بمثله ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهذه هي نفس هذه الصورة تماما، فهي محرمة وربا. وأيضا كونها تشتري خاتمها بشرط أن تشتري الأخرى خاتم البائعة، هذا أيضا محرم، لأنه بيعتان في بيعة. فإذا قال: أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني السلعة الفلانية، فهذا بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه العملية محرمة، والواجب التراجع عنها، وأن يرجع إلى كل واحدة خاتمها وترد الدراهم التي أخذتها من الأخرى، ويعتبر هذا العقد باطلا لا أصل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل شيخ صالح عن المقصود ببيع المعاطاة وما مشروعية صحته. بيع المعاطاة هو البيع الذي لا يحصل فيه كلام، وإنما بالفعل، وإنما يتم بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ المثمن بدون أن يكون هناك كلام، هذا بيع المعاطاة، وفيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه جائز إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله؟ معناه أنهم تظهر عليهم علامات العبادة، علامات الخير، فإذا رآهم الرائي فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى برؤيتهم لما يظهر عليهم من علامات الطاعة، فهم يذكرونه بالله عز وجل ويؤثرون في قلبه وفي رؤيته خشية لله، لأنهم قدوة صالحة
فيتأثر بهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألوا عن لف شعر المرأة على طريقة معينة خاصة، هل لف الشعر على بعضه يؤثر على الوضوء أم أنه داخل في النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف بعض فاعلاته بأن رؤوسهن كأسنمة البخت؟ إذا لفته وجعلته فوق رأسها فهذا يدخل في معنى الحديث والله أعلم، رؤوسهن كأسنمة البخت، يكون كأن لها رأسين، كأن لها رأسين، الرأس الخلقي وصورة الرأس الذي هو مجموعة الشعر الذي جعلته فوق رأسها أو بجانبه من الخلف بحيث يظهر كأنه رأس آخر. والأحسن للمرأة والأولى أن ترجل شعرها وأن تجعله ضفائر من جوانب رأسها، هذا هو الأولى والأليق، وهذا الذي كان عليه نساء المسلمين. وأما قضية مسح الرأس فلا بأس أن تمسح المرأة على رأسها وهو مغفور بضفائر، أما هذا اللف فأخشى أنه يمنع وصول المسح إلى بقية الرأس فيكون المسح إنما هو على بعض الشعر دون بعض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان يؤثر على الوضوء يجب عليها أن تترك هذه الحالة الشيخ صالح؟ إذا كان يؤثر على الوضوء فيجب عليها ذلك، وكذلك ينبغي لها أن كما ذكرنا أن تعمل بشعرها كما كانت نساء المسلمين، نعم، أن تجعله من الجوانب وأن تضفره ضفائر أو توصله من الجوانب كأنه ذوائب، إما ضفائر وإما ذوائب، هذا هو المعروف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف سين عين، يقول أنا إنسان نظري ضعيف والحمد لله، أصلي الفروض جميعها وأريد أن أسأل عن ثلث الليل، متى يبدأ؟ جزاكم الله عني خيرا. ثلث الليل يختلف اختلاف طول الليل وقصره، فعليك أن تعرف مقدار ما يكون بين غروب الشمس وطلوع الفجر من الساعات، تقسمه على ثلاثة أقسام، ويكون القسم الأخير الذي يلي الفجر هو ثلث الليل الآخر، وهذا يختلف باختلاف الفصول كما ذكرنا من طول الليل وقصره بالساعات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من خميس مشيط دائما المراسل إلى البرنامج يسأل في هذه المرة هذا السؤال، يقول عند قيام الساعة هل صحيح أنها لا تقوم إلا على شرار الناس، وهل قيامها يشمل الأحياء والأموات أم على الأحياء فقط؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الساعة ثبت في الحديث أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وذلك أن القرآن يرفع في آخر الزمان ويظهر الكفر والإلحاد في الأرض ويرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على وجه الأرض إلا أهل الكفر، عند ذلك تقوم الساعة، لأن بقاء أهل الإيمان وأهل التوحيد في الأرض أمنة لبقائها، فإذا ذهبوا حقت على من فيها من الكفار عقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل مصطفى ويعمل في المدينة المنورة، يقول ذهبت إلى الحج والحمد لله على ذلك، وكانت انطلاقتنا من المدينة إلى مكة وكنت مفردا بالحج، في أول أيام التشريق يوم 11 رميت الجمرات في الصباح حوالي 6 صباحا عندما رأيت الناس يرمون الجمرات، ورميت ولم أكن أعلم أن الرمي يجب أن يكون بعد الزوال، ثم في الأيام الباقية كان رمي بعد الزوال، ما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. الرمي الذي رميته في اليوم 11 قبل الزوال غير صحيح، لأنه رمي في غير وقته ولا يجوز تقديم العبادة على وقتها، فهو كما لو صليت قبل دخول الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي هو وأصحابه في أيام التشريق إلا بعد أن تزول الشمس، وكانوا يتحينون زوال الشمس، فإذا زالت رموا الجمرات، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني أداء مناسككم على الوجه المشروع، ومن ذلك رمي الجمار. فهذه الجمرات التي رميتها في اليوم 11 ولم تعدها بعد ذلك على وجه صحيح، عليك بدلها أن تذبح فدية، تذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة توزعه على فقراء الحرم، فإن لم تقدر على الذبح نظرا للفقر فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندما ذهبت إلى مكة بعد رمي الجمرات ثاني أيام التشريق لكي أطوف
طواف الوداع وأرجع إلى المدينة حيث مقر عملي، فقد كنت قرأت في كتاب أنه يؤكد أن طواف الوداع هو مرة واحدة فقط حول الكعبة، وفعلا طفت مرة واحدة أو مرتين ورجعت إلى المدينة، مع العلم أنني كنت قد طفت طواف القدوم في أول ما جئت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة في أول أيام التشريق، فماذا علي أن أفعل بعد فوات هذه المرة؟ جزاكم الله. إن كان قصده بالمرة الواحدة أنه طاف شوطا واحدا فقط فطوافه غير صحيح، لأن الطواف سبعة أشواط تبدأ بالحجر وتنتهي، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي إلى الحجر، فعلى هذا يجب عليه دم فدية يذبحها في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، فيذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم أو يوكل من يذبحها نيابة عنه ويوزعها، وإن كان لا يستطيع ذبح الفدية لفقره فإنه يصوم 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول: هناك بعض الأشخاص سواء كانوا في العمل أو في أي مكان خارج المسجد يصلون وهم يلبسون أحذيتهم، فما حكم ذلك وهل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة بالنعال سنة، فلا حرج في ذلك إذا كانت النعال طاهرة، تفقدها عند الدخول في المسجد، فإذا كانت نظيفة وليس فيها نجاسة صلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. كان صلى الله عليه وسلم مرة يصلي فخلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه إنما خلع عليه لأن جبريل أخبره أن فيهما نجاسة. الصلاة في النعال سنة، إلا إذا ترتب على هذه السنة مفسدة من تلويث المسجد، خصوصا بعد أن تغير وضع المساجد في هذا الزمان، بلطت بالبلاط وفرشت بالسجاجيد، فلا شك أن دخولها بالنعال يؤثر فيها، فحينئذ يكون الصلاة بدون نعال أحسن، تفاديا لما يحصل من تلويث المسجد. أما المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب فكانت تفرش بالتراب وبالحصبة فلا تتأثر بالنعال، أما الآن تغير الوضع في كثير من المساجد خصوصا في المدن حيث إنها فرشت، فدخولها بالنعال لا شك أنه يؤثر في فرشها ويسبب فساد الفرش وتلوثها بالتراب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سيناء في مصر رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن يقول: أنا رجل مشترك مع شخص آخر في دكان مناصفة بيننا في العمل ورأس المال والربح والخسارة، واليوم شريكي يقول لي: إما أن تأخذ مبلغا من المال علاوة على نصيبك في رأس المال والربح وتترك الدكان، وإما أن تعطيني هذا المبلغ علاوة على نصيبي في رأس المال والربح وأنا أترك الدكان، وأنا موافق ولكن أخشى أن يكون في هذا الأمر ربا، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. إذا اتفقتما على إنهاء الشركة ومعرفة ما لكل واحد منكما ويأخذ مقابل تركه للشركة مبلغا من المال لأجل إنهاء الشركة وتكون لواحد فقط منكما، فلا بأس بذلك، لأن هذا من الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حل حراما أو حرم حلالا، وهذا صلح جائز ولله الحمد، لأن لأجل إنهاء الشركة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين يقول: أنا مواطن من إحدى الدول العربية مقيم في المملكة ومتزوج ولي طفلة ومقيمون في بلدي، أسألكم فضيلة الشيخ عن هذه القضية: توفي أخي وترك زوجته وبعض الأبناء، وأنا أريد أن أتزوج من أرملة أخي، لكني أخشى عدم العدل بين زوجتي الأولى وزوجتي الثانية فيما إذا تم الزواج، ووالدتي لا توافق على ذلك الأمر، هل علي من إثم إذا خالفت أمر والدتي وتزوجت، علما بأني سأحاول العدل ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كنت تخاف من عدم العدل بين الزوجتين بإعطاء كل واحدة منهما ما يجب لها من النفقة والكسوة والمسكن، فإنك تقتصر على زوجتك الأولى ولا تتزوج أرملة أخيك، لأنك لا تضمن القيام بالعدل بينهما، حتى ولو أن والدتك لكن هو
يقول إن والدته لا ترغب أن يتزوج منه. نعم نعم. هذا ينظر في المصلحة والمفسدة. إذا كان في تزوجها مفسدة على والدتك لكونها لا تتلائم مع والدتك وأنها تتكلم عليها وتسيء إليها، فلا يجوز لك التزوج بها إلا إذا جعلتها في مكان بعيد عن والدتك. أما إذا كان الحال مستقيما وليس منها أذى على والدتك، فعليك بإقناع والدتك، لأن هذا فيه مصلحة في ضم أولاد أخيك والقيام بالإشراف عليه، ويتم هذا بوجود أمهم في عصمتك لتتعاون معك على تربيتهم. عليك أن تقنعها بما في ذلك من المصالح، وليس عليها أذى من هذه المرأة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى